سي مصطفى. الناس كيقولنا سير عند الكسبه ديال لانوك ورينا شنو كيوكلوا الغلم، يعني عطينا الاسرار ديال الخبايا ديال الخلطات. اليوم انت يعني قررتي انك تشارك مع الناس يعني الخلطه العلفيه اللي كتعطي، غتعطينا الخلطه العلفيه اللي كتعطي للحولي. اللي تعطي للحولية والحولي كتخدموا بها دابا، كتخدموا بها دابا. نمشيو بمكون مكون جوج ماركات ديال العلف، جوج كتعطيو علف في الصباح وعلف في العشيه والفصه والثمن ديال العدس هذا كتعطيو الوقت ديالو. دابا كل كساب ورا العلف ديالو. انا بالنسبه للخدام باش خدام هاد السنين التركيبه ديالو، غنوريك التركيبه اللي تنخدم بها دابا. تنبدا خدام فيها من شهر 11، هذه هي التركيبه الاخرى ديال شهر 11، صافي تيدوزو الخرف من فلانو. من هذه الفينيسيون. دابا هذه تبقى خدام بها حتى الفينيسيون. دابا ما كانش تاكل هذا العلف، كنا دايز معاه بشي علف اخر، ولكن دابا هذا هو العلف اللي غتولي تاكل. حنا السينا مخلطين العلفه، غنوريك الطريقه كيفاش. احتراما للمشاهدين بغيت تقول لنا، حنا بغا الناس حنا باش نعرفهم كيفاش كنخدموا. فقرب لي السي حمزنا. اييه هذا كاين الشعير. الشعير الشعير ديال الشعير، هذا الشعير مدشن مقرشنين مقرشن ما تلوحوش به. ساحقين يعني ساحقين، يعني خاصو ضروري يكون مقرشن. تندير بحال اييه هذا نعاود بشويه دقه دقه. هذا الشعير. الشعير مدشش. الشعير مدشش. عندك هذه النخاله، نخاله بيب، نخاله بيب ديال برا، نخاله بيب ديال برا، شوفوا ديال برا احتراماتي ديال برا تنخدموا بها ديما. كاليتي النخاله، كاليتي اللهم بارك. تنخدموا بشمندر. شمندر بيب ولا كترطبوا؟ لا بيب، عادي كندير الطرطار تنحوج بخرا. شنو الفرق بين ديال البيب والاخر؟ الله هذا تنعطيو راسو بيب، وكاين ديال الاخر تنخدموا ترطبوا تنخلطوا مع الفخرا. كتشمندر بيب، شمندر بيب. عندك الدرا، درا درا بدشه، دشه حطينا على حساب الدهن من اللوحه الشتيه. شتيه تبارك الله. عندنا ديماراج ديال السكاليم، السكاليم ديماراج ما نقولوش الماركة باش ما نديروش اشهار، ما نديروش اشهار هذاك. اييه السكاليم جودة عالية، جودة عالية. هو شتي هكاك. كاين عندنا واحد السكاليم تا هو اخر، نوعية اخرى، نوعية اخرى هي فيتامينات هي فيها. هادشي كلشي مختص ديال الخروف، مختص ديال الخروف والحولية. لا تبارك الله. تنديرو النخالة، نخالة سيدة هكاك. نخالة ضرورة، ضروري ضروري في العلف هكاك. وتنزيدو عليها بغيت في كلشي في النهاية، تنزيدو عليها فويلية. فويلية، فويلية تخليطة كاملة. حنا مخلطين تنزيد عليها فويلية دابا، صتيها تكملت ليا ما بقاتش. حنا نقولك دابا هي التخليطة كاملة. المهم خلطوا هذه السي مصطفى، خلطوا هذه، نورينا كيفاش كنخلطوا عاد نجيو للتخليطة. حنا درنا لكم هادشي، تنديروا البالة ايشونتية، تنديروا البالة تنخدموا بها. ولكن دابا تخلط بيدك. نخلطوا بيدنا، تنخلطوها كاملة. نتوما كتخلطوا كونتيتي كبيره ياك السي مصطفى؟ نديرو بنص طون، نص طون، نص طون، نص طون، نص طون، نص طون، وتنبداو وكتجمعوهم في الخيشات. الشعير هذا الشعير مدعم، ما تديروش كامل، نص طون، تديرو منه شقاسه محتيه وجعل بهم شويه. إذا كتخلطها بحال هكا، خلطها بحال الماو. دابا ناقص ليه فويليه ما كايناش. شتي اخي محمد؟ فهمت. دابا هي فهمت. اي دابا جمعنا في هذا هنا، ندير الفويليه انا شتيها. فويليه زايده غير في هذه الخلطه، زايده غير فويليه قلت لي ما بقات. هذه دابا هاد التركيبه مصطفى غنيه جدا الخروف والحوليه. هذه هي التخليطه اللي كنخدم بها انا دابا، هذه كامله هذه اللي كنخدم فيها في العيد، كنخدم فيها دابا. كتخدم فيها وهذه تبارك الله غاليه. والكاليتي ديال الكليان ديما هذه تقريبا جايه 11 سنه ولا 12 سنه تديهم عندي العيد هي راه غاليه تبارك الله. سي مصطفى هذه كتعطيوها الصباح وكلت لي كاينه حاجه في العشيه، كتعطيوها في العشيه. تعطيوها ليه في العشيه، في الصباح، في الصباح، في الصباح ملي قاد ديك العشره. ملي كتعطيو مع العشره شنو كتعطيو من بعد؟ قبل تعطيو الفصه، الفصه معاش، والفصه مع الصباح من تنوضو. تعطيو الثمن ديال العدسي، وعاد تعطيو هذه مع ديك 10 ولا 11، 10 ولا 11. والماء، والماء، الماء ما يحيدش، ما يحيدش، ما يحيدش الماء. وفي العشيه عندنا واحد التخليطه اخرى حتى هي العلايه مرطبينه، حنا ما ديرش مرطبينه. عندك شمندر، شمندر شتي، شمندر كفازل شتي، وتنديروا معاه دشيش ديال الشعير، ديال الشعير، وتنديروا معاه دشيش ديال الدرا، ديال الدرا شتي. تنديروا التبن، تبن، تبن مطحون باش الماكله هذه ضروري تبن، خاصو يخلط خاصو يهضم، ما تبقاش العلف عف، تعطي العلف عف، ما تعطيش العلف غير قاص، العلف قدام تعطيه التبن. والنخاله عندك بودر سيبه والتبن مطحون، والتبن هذه التركيبه ديال الشبه هذه خفيفه تعطيوها لي في العشيه في المساء باش يبقى شبعان ومنها النيت يهضم، يهضم العلف باش غدا العلف هذا ما تحطوا ليه ما يخليش. حيت الا عطيتيه هذا الصباح غيقنع منه ما يبقاش يبغي ياكلو لك، بحال شي واحد يعني كتعطيه مثلا نقولوا اللحم ديما، اللحم، 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 ضروري التبن
النجمه ديال الفصه والتمن تهضم بها والخرطان. فهمت. الخرطان دابا يلاه بغينا نعطيوك كنا معاطينوش دابا عندهم ان شاء الله من البرد العام دابا عندهم في الخرطان. وبالنسبه ملي كانت كتكون الشتا وكيكون هذا هذا ممكن تكون ربيع بحال العام الاول دابا تتخرج مع حقيقه دابا مع ديك العشره ولادك تاكل لك العف وتخرج للكلاس تخرج للكلاس وترجع. اه دابا الحمد لله باقي ما عطاش الله والله عطى ربي ما طنصلات السينات ونخرجوا ضروري تاكل ربي. وهاد الحلقه سي بصافا غادي دير واحد لهذا اش بغيت تقول للناس يشاهدوا معاك هاد الحلقه هذه؟ يا اخي محمد حنا تنقول لك ديما اي واحد بغى شي معلومه شي استشاره في الدواله في هذاك مرحبا ما نسدوش على الناس التليفون ولا شي حاجه. وتحياتي كاملين تحيه للكسابه داخل خارج الوطن والمشاهدين كاملين واحد واحد. كنبغيو نشكروك السي مصطفى على هذا المجهود اللي عطيتينا اليوم وهذه المعلومات القيمه ما تلقاهمش عند اي كساب. حنا كنبغيو نشكروا الجميع يعني بدون استثناء الناس اللي فاتحين لنا المجال وكيعطيونا هذه المعلومات هذه اللي خاصك تخلص عليهم باش تستافد منها. انتوما السي مصطفى راه باش توصلوا لهذه العمليه وهذه راه ضربتوا عليها تماره وقلبتوا وشاهدتوا وكل واحد كما قلت لي والتركيبه ديالو كيفاش كيخلط. هذا ماشي هذا هو العف ديالي. وكاين اللي عنده الجهد بزاف كاين اللي عنده الجهد بزاف كاين اللي جهد بزاف راه تيزيد شلا حوايج شلا حوايج كل ما زدتي كل ما زاد كل ما مزيان كل ما زدتي كل ما زاد. تحياتي لك العف مزيان نخدموا به وتحياتي للمشاهدين كاملين. تحياتي لك واللي شاف هذا الفيديو اش يدير؟ مرحبا اللايك الله يحفظك اللايك والبارطاج دعموا لنا حولي الصردي حولي الصردي بني مسكين وتحياتي لك تحياتي لك المشاهدين كاملين. شكرا مرحبا ودي اخي محمد الله يحفظك شكرا.